الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، وهي هيك إن أن ما أنت مجلد الله بتكب لونه، لكن صدح درسي بها رسل ما دام تفسير كان دام السبني وصدح درسي كذي بحب الله من ضمن مجلد الله بات وهوصت كي تدون تابين الله سبحانه وتعالى. وسحابي لحذني سبحات من صوري حياتي الصحابة رضوان الله عليهم. سالم مولى أبي حذيفة، عمر بن الخطاب بوح إليه: لو كان سالم حيا لوليته الأمر من بعدي. هذه سالم ونوران لها وقتيا وحنودي بلها مامركة. هذا الكا وحال عمر بن الخطاب مركي وأميركا وها السجن بكو رجين لها بي. أظن كان عمر بن الخطاب أولاد دم عيبوس كي سئن الدجو أمام كي عمر وهيئن قبته، ولن كان تاريخ لسان ودبجنه. كو اعتقد ثبيته بنت يعار أو يعار غلامها سالم، وهو يومئذ فتى يافع يقترب من الحلم. هوين لغمة عبر ثبيته وإن يعار هيد بعضون يضع إلى هيد أو سالم لغو مقعابي مركا دان يرانا أها أو قان غير نيمة كدوا، يعني طبعا دان ينتو سنقن كهر يعني نيرو معرتي قان كدو نوعا ما إنو بوحسمو دا إساقو مري بيسي ديسي. وقد دعاها إلى تحريره ما كانت ترى من فيه من رقة الشمائل ونبالة الخصائل وآيات النجابة. حباها كبحي هوين إذا يضع إن أويل كايس كسي ديسو حريسو وحكى لما هين محايا لو حاو كغم وقضي طبعي آدي أدو ناكسن وحكى لو كغم وقضي صفات إتلمامي ونكسن وحكى لو كغم وقضي إن وهانن آدي أد ومسكح بضن أو لك بضن. وما تلمح في سلوكه من أمارات الخير والبر. إي وحا كغم وقضي لقن كيسي هب سعد كيسا أو يسوي جرا خير إيو وناك نيوحوا آدي الخير كأجعل. فشق على زوجها الشاب أبي حذيفة بن عتبة أحد سارات بني عبد الشمس أن يسرح سالم أو أن يسرح سالم في هذا السن المبكرة. لكن هوين إذا يدعى أي ثبيت لغ مقعابه أذيقي ذي أبو حذيفة وكم ذها ضدك وقم موضعي أشرافت كسو جيد أمرير كيسة ربني عبد الشمس ربني عبد الشمس وحي لها وضيال عندها بوحية مدحوين تريركا قول هذا بكسو جيد حوغا وحاد لبي ويلك كان أو هدى يارو هانا قاد نقضي إلا سيد داو ليرا سكاد نقاد وأن يوكل أمره إلى نفسه كدي من اللي رأيه يزدبر. فأخذه بيده ومضى به إلى الحرم قعمته كل دقي ووك حي وحول آل حرمك. وانتصب قائما في جموع قريش المنتثرة حول الكعبة مركز سوح ولا استاجي ما لا يسوي ما دين دمان راب قريش ودم لأنك كان هوين إذا ثبيته يروح إسقبة أبو حذيفة. طبعا هوين إذا روحت يروح الرمي كان إنا نسكسي الدين وحرية دي سأم سينه وضعك سحوك أبو حذيفة هذي ويل كان أغير وعن ازدباري كريم اللي يرى سوق إلي كذب وعرى مركز إنه أصلا واحد يقول مقع باترونيج حماية إنه قرب كيس يستأجر الرباء وسوق حي عرم هو كان يوضع قريش رمبا يوضع مقلين وكعب الله ساء وقفر بسيهين بوله الله يحر اشهدوا يا معشر قريش مقلوا مرخاتي كان نقضى مرخاتي كان نقضى يا قريش إني قد تبنيت سالما إني قد تبنيت سالما ويل كان سالم أنا أدبت كري أنا ويل كان يكتب مركا التبني وأدب شنكا ولي ويل بانكا يكتب ما أنت لك بالله. بعد أن اعتقته زوجتي ثبيته هوين إذا أني قام
أبو حذيفة وابنه سالم من أوائل من أشرقت نفوسهم بهذا الضياء القدسي. إلهي مركو قدر أبو حذيفة ونكي هذا أنك هل لينا إيه ويل كان أول كدكتور سالم وحي كم من نقلان ددكي أبوه الرئيك إيه مركي يا مرحبا يسي إسلام كسو قال يعني وحي كجران باينيرس ددك أبوه الرئيك إسلام مركي يسو دوي كجران وانت واستنارت قلوبهم من نوره نور كان إلهي سبحانه وتعالى قلوبته ذكو نوري فمضى الأبو وابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن إسلام بين يديه سالم يقول كان يقول وكان أبو حذيفة أنت إسراعين مولا يعني وحنك وضع معركة إذنك عبد عن نمكه اللي إنه أنت إسراعين بوحي آذي النبي صلى الله عليه وسلم يعني وحا إسراع سالم يعني مركة إسراع حري وإسراعين النبي صلى الله عليه وسلم بيوتقين وشهد معا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده وخاتم رسله هل كان وحي مرقاتك النقدة وأي قران شهادتين كي قران إن إلهي موين إلهك الآن وجرين نبي محمد نؤيهي رسول كيسي أدون كيسي رسول شكاً قدام به وأنا واحد القصة قالوا هذا دار كيسي إنك شهادة نقب أن إلهي هالسجاء يعني وهل كاب الله يصب بالله سالي مركة ينيك ما أردت وضي وقها إيري أبا نوهاي لبدو النبي قلت تجد مركة سينا أشهد أن لا إله إلا وأشهد أن محمد رسول الله لم يمض غير قليل على دخول أبي حذيفة وابنه سالم في دين الله حتى أبطل الله أو حتى أبطل الإسلام طريقة التبني مركي ساء أصوى قلام بان مدوى كما سوريقين إسلام كوحو كان سلقري أو كساري ماشا حكم كي أها أتبني أدبشن كي إسلام كما كما اعتراف راح الله قبل الله ما أنت الله قبل الله راح الليل قف والباب أباها عليها اللويرو فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين وماليكم هدي أبا يوجد أيضا أقول ويك كان هدي شال مال أنت لقى سوقت عدة شيئا أقول هدي إن أنا ده لحد أنا بيولوجيكال فاذر هذا نهين أبيه ده لحد هذا نهين مركب واحد ترى ده وير تا مقع كل وير فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين عبد الله وكل اللي هبل ابن عبد الله إلى انقفض بأضانك إلهي هبل ابن بنت عبد الله بلغوا يلي وأمر الناس برد الأبناء إلى آبائهم حفظا لأنسابهم أو للأنساب وإقلاعا عن مسلك من مسالك الجاهلية إلهي مركب وحو فري أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن ضدك إلمه أي سوقاتين أي عليا أبوه أما على الأقل أو نسبة ضرر أي نسبة شيكتان يظل إلى لينيو لينيجك إلى لينيو أما بلاد لاينك وحد لو يقان أما نصبك إلى لينيو وإقلاعا عن مسلك من مسالك الجاهلية وضك من ودويك جاهلية الوسو عمل فني جرينا إلا جوجيو وأنزل قوله وأنزل ونزل قول الله عز وجل في شأن المتبنين إله سبحانه وتعالى وحسود جي أيضا أدعوهم لآبائهم هذا أنا أقرنين هل كان مركة وحاكو إستاغي وحي لا يقين التبني لا يقين يعني معنى شيء كذا إنه هل كاكو حرمته وصورة الأحزاب بالله قيدي إله سبحانه وتعالى هل أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله سلاسي عدالة بكل جفتة إلى المهن أضاد عليه قف قال انه شاك تمها ما قف قال الله تير يما قف الباب ما بك سجيده دي جسم ما بك لا هو اقسط عند الله فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم مركز الى يقر وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به وحي قف اهان افكار وصو ضافر هذا وحال ما دام سالم لو برت انك ويل وياي قف بقل دمي ترى ان ابي حذيفه نسكن هلغا يابا وحي قف وصو ضاف افكار الى ما قضاني فاستجاب المسلمون إلى أمر ربهم وهبوا يحثون أو يبحثون عن أنساب من تبنوهم ويتعرفون على آبائهم ويردونهم إليهم بل الإسلام كأرق مركي سيدا يسود دكت آياتا ولي رمان تلقى بالله مجري الدون وحل لا يقان المكان لغش أما تبني مجره مركي مسلمين تأمر سيدا يتهي يسوى أن صرفنين بيقاتين كدبنا مركي بوحي بالله إني بعد قوب وقود قاقان والراديان dadkii ama ilmihii la joogay awlaadda ay ka dhigteen aabbayogood inay raadiyaan halkay ka soo jeedaan yay u dhasheen nin walbana marka meeshuu ka yimid baa loo celinayay laakiin aba xudayfa lam yahtadi ilaa waalidi saalim laakiin abu xudayfa saalim aabihii ma garan waayey wacala alragm min kahrat albaxth waaltanqiib isagoo aanan runtii ka gaabin meel aanu lug dhigin aanay jirin oo aad iyo aad u baaray oo meel walbaba uu rogay haddana uu heli waayey صوت توحي ذلك لأن سالما
صبي صغيرا محايلة سالم الشجر ير بعد سوقف عشان الله صو تحرك الله لسو تي وجلب إلى مكة مكان ولا كان وبيع في سوق النخاسين وحان المبيعي سوق لا يقان سوق الضمرة وفي سن لا تمكنه من أن يعرف لنفسه أبا ولا أمه وهنا مركا جل الداء أني صورت قال هين إنه قرت أبا هو يعد شيء المير الله ساق السبي مركا صورت قال ما فأطلق عليه الناس اسم سالم مولى أبي حذيفة ضدكم مركا سيحي أبحيا سالم مولى أبي حذيفة يعني بمعنى هو مركي تبني قال الجوجي وظل يعرف بذلك وامتدت به الحياة وكان مقعسة لو يدين إلا أبا مركا لو يرى مركا مجدين إن يرى جنة ودول استاغي أرنك لو يقان الضون سألوكتين دينتو أما دينت الإسلام كما قبطه قف من آدم وقف أضون وكدوته هذا هو محمد سعى علينا إن شاء كذا أضون كي أمام ملكة دي من القرآن كون آدم وقف بضنت وحكى لما هوشن هروح أهيد ولي يسوي جيرينا هذا هرأ وجدتبعي إسلام كنتو سن إيمانين بشغل كان بشغل كانوا جري بالدليل هذا هو دار كيسا يعني مركة سالم إبو حذيفة يعني وقتها لسوهل يا سالم سوق الوكلاء بيعصر الضوامة اللي قصوا قبصانه إسلام بما إيمان هذا إسلام كمركي ويمد نما كان عربتا لقن كي جاهلية ها اتحانها ولي سوجري اللي يرى ما أنت الله كلب حواجع دبا إيمانه يجن دب كوية وحي صابر تام هنتيب ويه ولا كلا جتا ضد كلا صاق فعشي الضوامة اللي قبل كتن دب كوية الوطن هذا أبو حذيفة وبقاني ولي ور هذا نيكن سوق كوسي دي هكو كبلا بيدون وانا رون يعني هذا دي اللي يرى هذا نين أبا يهوي أنا الهين أولي جي عدا من أبا يهوي وهيستي أو والد وهيستي هدي لي ما أنت بحو سوق إسكعلي وأتكانس ولذلك وتنامي مصطفى السباعي كتاب في سوق جه اللي مثلا ده محيي ويد على عبد كار أمريكا لما كان بلاك أمريكا نسكا بحلي ولا سيد داي ده كان ما هينكرنا أنت كده مرك اللي سيد داي ما لو مرك يسوي ورين قريه يدوق صلاة تنفي ما لنا كبل لنا ملا نعضمست ما هي القف كان مرك سيد داي نسيد بحدو بعان تعرف حرفات الصمير سوق بر سوق شقيسان لها بر حمالي جبر مركو قف اسكو في الله شق جاره مركو النقض سوق كل سيدا وسيدا سادرت الاسلام في عرق الى سبحانه وتعالى عمل يبقى سمين يسقف بعد نارنا يا محبوب سمين يا دم بيد وقال يا دم بيد وا ما واحد خرب في كرتها تحرير رقبه اضام حره الاسلام مركو اسمه جراجوال بيست واحد لو مغا واحد ترتيب ترتيب الصعوده ست ترتيب تربيه لو حريني دتك دم ما قشها اضام حره برمضان بقى لو جرى صومها قبا هوين يسي وحكر راهدي ايضا لسوميه بشان وكال كفار قد بالي الله بلا ده حرير رسوم لحنا المسكين قول اما با الضون حريك مارك اسلام كوام حي النبي محمد صلى الله عليه وسلم انت اونا في جزيرة العرب ساسا دتك اللي حريني ولا سي ديني مدكار النبي صلى الله عليه وسلم هدانا احاديث ربضان بروح الليه عمل وحا اوه ناكسن ان اد حري يسيد الضون لقد جعل يا حرير كيس مرة بتاع إله سبحانه وتعالى دوات الضون حريه وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله واحد قشي دلها دل كما ولا كعما همية الضون حرة عم ولا بول قبانة تحرير رقبة وأنا أجنى ما أنت تحرير رقبة هذا مالت كيه لي اسمها شق شقية ما محل إسلام ك وهو مركز ست ترتيب ترتيب ومركز وتخلص ولذلك حتى مركز كمرضى اللي قال لي عايشة محيطر في حديث البخاري هدي آيات أوهر سودك تأهان الكمرضى الجوجية dadku xiliyana anuu ma joojin karno laakiin aayad baa tii waxa leeyahay marka aad cabaysaan harto ogaada khamrada iyo qamaarka labadaba wanaagna wad ka helaysaan xogaha shilimaad baa idin kasoo galay qofka sham sham buu noqonaya laakiin darba ku jira dhibna ku jira dhibkooda badan haddana waxa leeyahay walba cabba hadaa doontaan laakiin marka tukanaysan iska ilaaliya haddana waa la soo wadi waxa uu amal sheegay aakhirka markii tartiib tartiib baa shal soo naxsiiyay oo baa shu ay soo kartay ilaa ruuxa kan hay أي وحالي فجأة تاني ما كده يا وأنا سيد قروح البضان أي وح مارك إيرديكيشن لو سمعني أما لضبر الجريو أما للربع إن إسحاق لما بابا الله قال لي ترتيب تاس إسلام كسام مرة لكن هدي لي هذا out of the blue جوجية مش قينيس وأنا صابتك أنت مارك هلا يا مارك إسلام مارك ما قبوا قف بن آدم إلا حرية إن إن إلا أضام بيستو قف إلا أضام صدق إلهي سبحانه وتعالى رسولك يسمى أقوله لكن دقن كان هو رأي وجري وإن ترتيب ترتيب لا بابيه هذا لكن هدي
muslimiintu intay jihaad galaan oo ay cadawgooda ku duulaan oo ay gacanta ku soo dhigaan dad aan muslimiin ahayn, qofka diiday inuu ilaahay addoon u noqdo wuu mutaysi inuu bini aadam addoon u noqdo. Halkaa waa fahamta sama, maadaama uu diiday inuu cabdan lillaahi jalla wacala uu noqdo, ilaahay addoon u noqdo, bini aadam addoon u noqonaya. Halkaana waa marka dhanka kale marka laga eego, marka inahaas waa inaad ka eegtaan wey. Walidalika nimanka loo yaqaan orientalistiska ama almustashriqiin loo yaqaan islaamka un weerara waa daldoolola ay raadiyaan. Islaamku wuxuu qabaa bini aadam in la yeelan karo as a property, sida hanti oo kale. Ma aha islaamka ma qaba, islaamku wuu la dagaalamay. Islaamku wuxuu qabaa un haddaad intaad igula soo dagaal igu soo qaadid anna aan dagaalkii iska difaacayo iska kaa dhicinayo, adna aad tahay qof ilaahay addoon u noqdo, in addoonnimada ilaahay aad diidan tahay, addoon baan kaa dhiganaya, waan kala adkaan. Maxaad adigu ima joojin doontid, adigu waad maaragtaa ima joojin doontid. Haddaba marka contextka ah addoonnimada iyo waxaad ka fahmi kartaa nimankan maanta isku sheegay ilbaxnimada maaragtay wadamadan westernka ayaad fahmi kartaa, xagga ay amerika aad fahmi kartaa dhibaatada ay la kulmeen dadkan markaa meelaha jooga ee asalkooda black lagu magacaabo magacyada kala duwan markay u sameeyeen. Islaamku marka waa islaam aad iyo aad u qurux badan. Walidalika arag qur-aanka wuxuu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay jalla wacala in calimtum fi fakaatibuhum in calimtum fiihim khayran. Addoonka markaa is-xoreed, laakiin si tartiib tartiiba kaatibadu waa maxay, soo shaqayso wax ii keen tartiib tartiib isku furo. Qofku marka wax la baro oo isku filaasho uu gaaro independently u shaqayn karo oo suuqiisa dhacsan karo, sida islaamku marka dadka uu u hiiliyey dadkii addoommada ahaa ee kama hiilin, wuu u shaqeeyey ee kama shaqayn, wuu gacan qabtay kuma fariisan kamana fariisan. Islaamku mawduuca marka inaan ku baraarugnow taa marka markaan dib ugu soo laabta darsiga, wuxuu leeyahay marka laga bilaabo maalinkaa waxaa loogu yeeray magaca uu lahaa gayra ana alcalaaqata bayna ani abi xudayfata wa saalimin lam takun calaaqata mawlan bimawlaah. Si kastay ahaataba haddana xiriirka ka dhexeeya saalim iyo abu xudayfa muusan ahayn xiriir maaragtay nin xoreeye ma aha, wa inamaa hiya calaaqatu akhin biakhii, wuxuu ahayd marka isu bedeshay xiriir laba walaal ka dhexeeya. بعد أن وحد الإسلام بين قلبيهما وآخى الإيمان بين نفسيهما. مرة دي إسلام كو أميدي قلوب تودا نفس الدودا مرك إيمان كو أميدي وغمر فؤاديهما حب الله ورسوله وحان قلوب تودا سأبوي إله رسول كيس إني جعل هذا. وقد أراد أبو حذيفة أن يزيد صلته بسالم رسوخا وعمقا. أبو حذيفة مرك وحكا قدك تي أو سكجع الله إن حريرك أسالم أوليه إنه آدي أدو نغض حرير آدي أدو قطر داب وعميقة أو رنتي آدي سلك روكا وهي وأن يقضي على كل أثر من آثار العصبيات الجاهلية التي وأدها الإسلام. وحكى لك قدرتي إن أو كتخلص لما راد والبابا أو رادتك جاهلية وعصبية قبلية أنا كاروني أنا سيدنا إنه مركب لوك تمرية أيو الربي من يسمي مركب بل أرق ماشو مرية. فزوج سالما من ابنة أخيه القرشية العبشميتي وهو أقولي سالم إنن أدير ويهي أو قرشيات أه أو عبشميات أه ذات الحسب والنسب. حدي نسب ما أنت الغفة عنه يقول لي أنا سيد أنا هل كاسان كسو الجيدة وحو الغفة عنه دي بقى إيتهي وهو أقولي قبل هركا ماشا مريس وريركا كسو الجيدة. يعني أرق إن شاء الله أدي أدون كو أها والله أدون كي يباتهاي أو أدي الشقالك كو أها oo islaantoodu ay lahayd maaha xataa adiga oo islaantoodu ay xoreysay oo aad shalay haddana jaceyl aad u qabtay magacaaga markaas siis haddana magacaaga ma siin kartid la yiri ood ruhmi aabahan lagu yiri maantan inaad gacanta soo qabato dhahdo waxaad guursanaysaa gabar qorashiyada oo haddii maanta hebel baalandheer leh meesha ugu sarreysa ah oo quraysh ah oo halka nebigu kasoo jeeda ah in loo meheriyo haddana maaha mid kaloo xaafadaha ma raadin laakiin isaga adeer u ah walaalkii baa dhalay. waxay muujinaysaa qofku markuu islaamku uu ka qalbiga sida ay tahay u galo oo marka keliya qabaliyadda laga tegay. Walidalika annaga bahashan ina waashay ee soo noqnoqday stabilismka ina waashay anu waxaan aaminsanahay haddii islaamka sida ay tahay qalbigeenu u geli lahaa sida ay tahay haduu qalbigeenu u geli lahaa waxaan lama arkee. ee mushkiladu waa maxay aslamnaadaa nugu badan ah nagu badan aamanna oo afka ah qaalat alcaraab aamanna qul lam tu'minuu walaakin quluu aslamna. إلهي وحولي أدخلوا في السلم كافة إن أركتي وكان أقفى لي كان حقاني نمر ربا ونقضه إن ذاتك سوكا بدين هاركا إن لقاري وحلو قاري كرا ما
ماركو اسلام هو الدقوي اسلام كي دتك هر الدقي الدقي ان ان الدقي كرا ان غنا الى ماركو بلاي ماركا وعت الماما ماركا كاتبك فاصبح اخا له في الله واحدا من ذوي القربى وهو نقض ماركا نمو الهاله او اله درتي اكو على الوبين هذا حديد بيبا النقضان وقرابتي بصوغل لم يمض على ذلك طويل وقت وقت كما سو ريجن حتى فرزقت بين الاخوين الاحداث الجسام التي كابد منها المسلمون الاولون ما كابدوا مركب هذانا الى وحو قدر اي وحا كلا جاي ظروف ادي ادي دعدوين ادي ادو علوس المسلمين كلا سو كوسبتو ادي ودر درا وعانوا من قسوتها ما عانوا رب رب وين بها هلكا كجيم الدنيا ما نوى بابا فرحت معها ما نوى بابا قصل معها ما نوى بابا نمرض اسكنا ادنا مر بي كلا دادانا يا مر بي يمان يسا وانه اضك وانه هو اضك وابك وحو اسكنا ادنا الضبح على ذا مركب مريسو فمضى أبو حذيفة إلى الحبشة مهاجرا إلى الله بديني وإيماني أبو حذيفة ودقاجي وحجر حق الحبشة ماشي هجرة ظاهر يسوع إلهي درتي وهجروني دين كيس إيمان كيس لا هجروني فارا بعقيدتي من أذى قريش يسوع عقيدتي سكرب حصان إني منك قريش أدي دودة أما سالم فقد آثر أن يبقى في مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سالم سيسوع الدار بذي النبي أولى جوجا مكة المكرمة ما الأمر نقام النبي ما لا نعين مجوجي صلى الله عليه وسلم لكن أبو حذيفة الكو هذا الحبش مركا صاحب بدي هذا نوي خلا تجاه مركا روح يكو خلا تجاه مرك اللي حريني واستيج من حاله ولا جسوا قدو مرك اللي يتبني أدبشن كوالا كذا واستيج كذا مرك أي حد النقطة واستيج كذا مرك اللي يري ولا الإسلاماتين واستيج كذا استيج كأو قدام بيوام حنيو ولا ما يكبر كان عارف إلهي سبحانه وتعالى تاس وقدر طيب وأن يكب على كتاب الله عز وجل وحي كجد اكتسال إنه كتاب إلهي دول فارشته ليأخذه غضا طريا كلما أنزل كما أنزل أو كلما أنزل على النبي فطفق يطلو آيات البينات في خشوع وحي كجد اكتسال هلك الجوغو النبي صلى الله عليه وسلم أو قرآن كوحي كدريس محاله وحي الصدر فريش النبي هذا الجزء الدجي النبي وحي كوسو الدجي صلوات ربي وسلام عليه رنتي أدب وحي الدراء وديدي صلى الله عليه وسلم القرآن كيو فريش حد سودقي بور ربي سالم إنه مركب النبي صلى الله عليه وسلم كالوريد ويستظهر صورة صوره المنزلة في فهم وتدبر حتى غدا واحدا من كبار حملة القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إن القرآن كان ضشع كقيبه السوق مركب قيبين فهم وكرقل قيبه وقيبه إلهي مركب قدري سالم مركب النبي كان دقاق ما أهجرن ما وحي دونا هيوصل ما ينكون وحون نقضي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاتك هو وين القرآن كحدث ولذلك سالم ولا يقال نوقف كيس وأصبح رابع أربعة أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم الكريم بأن يؤخذ عنهم القرآن وحون كجرة أفرت الصحابة النبي يقول القرآن كقاتل من القرآن ما كهربتان هبلي هبلي كقاتل النبي محمد استقرأ القرآن من أربعة أفر القرآن كده جيس وكبرت من عبد الله بن مسعود كو وسالم مولى أبي حذيفة إساق النمبر لبو وأبي بن كعب بن أسدح ومعاذ بن جبل أفرتا وهاي هاي قراء هو وين ينبقد مركب حام بقد هل كوا حاجة قاعدة نساء تخصص كاحترام كيسولي صحابة إيه ولا صحابة وضع عربة أو إسلام كوسو كالهوري أو كله فضل بضن أو بكر يا كفضل بضن عمر باكو حيا وعثمان باكو حيا وعلي باكو حيا يجوا الجوا واحد من القرآن كوا حاجة قاعدة نساء هبل كقاعدة بمعنى هو محي الشيء وما تخصص كيس يا أهل كيس إلا لا دونت نبي قلنا شقد وقيب يجري فرض فرائد مية رتان أنا برتان لحلك زيد هذا حلال يا حرام مية رتان ها وحد أدان معركتي معاذ هذا محد به أنت لنا برتان فنك لو به النبي صلى الله عليه وسلم بفضلك ودري جري قفك تخصص كان قرآن كصوم ما نمك كراسة يا أديمي يا أديمي كوكو عدار بلال إيجو يارا شقد اشكوما قسنين نيو با مال بولاي نيو مقام بولاي وحو برتن ولا دان جيري ومدن سا مسو دحيا عجلين اس دحيا عن ترى بضان اي هو شوق البدوي قف ما شي سين لدجين منزله زولي من كان الله سبحانه وتعالى شقد صبر شقد سا لو داي الضبا وقد عرف الصحابه الكرام لسالم فضله عليهم في حفظه لكتاب الله واتقانه له وتدبره لمعانيه وادراكه لمراميه صحابه مركه وحي غرتين نيكا سالم ليهي فضلك اوليهي مركي تاجنا قرآن كإن دش الله يقيبه مركي تاجنا قرآن كإن لا سوقه
markay taagantahay qur-aanka macaanidiisa in marka loo kuurgalo la dhuuxo, markay taagantahay maqaasida iyo macaanidan qur-aanka uu xambaarsan yahay halka ay u ganayaan intuba nin marka lagu haysta maahay. Wani wuxuu takhasus baari aragtan karaan waxaa laga qaadanaya qofka muslim baana haddaad tiraahdid albaabkan aad ka dhaqaaqdo macna ma samaynayso. Hada kan tabcan qof kasta ee muslima annaga ilaahay wuu noo nicmay walahi alxamd, kaabir can kaabir muslimiin ahay. Diinta islaamkuna waxay u baahan tahay barasho, ay u baahan tahay barashada, ay u baahan tahay waxay tahay markaad tiraahd ashhadu an laa ilaaha illa allah, waa inuu qofku qur-aanku u barto sida lessonkaba aad u qaadan karin adoo gaariga la kaxeeya la bartan booyaan, bimacnaa dadaalka in la muujiyo. Waxaan xusuustaa inaan dheereeyo maraba laakiin qiso yar waxaan xusuustaa beri waxaan tagnay Finland, halkaasaan dacwo meesha u tagnay. Kadibna nin baa laynoogu yeero yidhi ninkan shahaadada u qabta, waxaan maleynaa inay iyada ahayd meeshaas shahaadadii aan qabana ninki ashhadu an laa ilaaha ashhadu anna muxamed rasuul allah. Sida hadda ninka aan shahaadateynka lagu qabtay kadibna waan ka dhaqaaqnay brogram yaro waxaa jira lagu talagalay dadkaas, waxbaan kasoo sheegsheegay waa iska soo dhaqaaq. Ilaahay subxaana wa taala wuxuu qadaray 8 sano kadib markaan haddana meeshii dib ugu laabanay oo aan dacwo sidaas oo kale dowraad iyo meesha aadnay baanu masaajid iska dhex wareegay, waxaan arkay nin cad oo meel ku jiro qamiis wata oo far quruxsan qoray, yani carabi cajaa'ib le qoray. Saaban xoogaa markaa u fiiriyey waa la yaabay, subax u qoraya sarfigii wuxuu qorayay, kadib markii darsi uu ka baxay kadib waan la fariistay. Ninka markaan wareysa waa ninkii berigii shahaadateynka loo qabtay oo maxaa samays waan baxabiir Mauritania naaday 8 sano soo fadhiyay meesha wuxuu soo laabtay ninkii caalimaho mas'ale markaad weydiisay madhabka maalikiga suu uga jawaabay aadan malayn karin. Meeshay la gasho naxwo iyo sarfi iyo balaaqana nin mutamakin ah oo bimacnaa aan dhihi kara magaca caalim nin mutaysta ah, caalim gebgeba maaha, caalim culummadu mid gebgeba ku jira oo masaladana iska buubay maaha, yani cilmigiisu uu fadhiya cilmi raasik u ah, yani bimacnaa waxaad ugu imaanaysaa madhabka maaliki min alif ilah. Dadkii shalay ka dambeeyey islaamkiisa soo qabtay daba ordayna meeshii weli u taagantay, ma dhaafin kitaabka shalay, ma dhaafin. Oo bimacnaa caziimadan caziimadan caziimadii saalim runtii kama ninkaa kama soo dhaceen caziimada ah. Hadda markaa tiraahdo muslim baana muslimku barashu wax ka daba tag meel saar haddii kale waqti maalinta ka lumin, yani bimacnaa xooga saar waxbarashada. Waxbarashadu waxay u baahan tahay diinta lagu sheegay dhanba, haddaad 5 sano lahad waa maxay xiranyahay 5 sano waa maxay 2 sano haddaad uxiranyahay 2 sano oo dhaba haddii ay timaado 2 sano oo dhaba aad fariisatid waad gaari kartaa heer runtii cala aqal aad wax ku fahamtid. Kulama aad sii wadid way ku sii macaananaysa. Waa halka uu ka bilaabay saalim mowda maaragtay hada saxaabi radi allahu anhu wardaa. Wuxuu yiri marka falama haajara almuslimuuna min makata ila lmadiina, markii maka laga tegay madiina la aadan, dacwa saalima li ummahum fi salaati, saalim baa loo yeero salaada naga bixi baa la yeeri, ilan qur-aanka salaada waxaa dadka bixina qofka qur-aanka yaqaan, aqra'uhum likitaabi illah salaada naga bixi. Fama zaala yusalli bihim xata qadima alrasuul sala allahu alayhi wasalam maa annahu kana fihim cumar wa taa'ifa kabiira min jullati asaxaaba, salaad buu ka bixinayay ilaa nabiga sal sl weli markaa ma iman madiina marwa ma iman, iyadoo meesha abuu cumar bn khataab uu joogay iyo saxaabadii waaweynaa buu salaada ka saaray. Lama la hebel baa kaa weyn iyo hebel baa kaa da weyn iyo hebel baa kaa hor hebel baa kaa caalimsan maaha, meeshan waxaa laga hadlaya qur-aan baa laga hadlaya, qur-aankaasa dadku kala baxeen. Thuma shaa allahu an yajmaca bayna saalim wa akhiihi fi llaahi abi xudayfa bacda alhijra, ilaa haddana wuxuu qadaray labadii nin ay duruuftu ay kala geysay min xagga alxabasha aaday midna xagga almadiina almunawara aada, labada laba meel oo kala aad u kala fog u kala hijrooday, ilaahay wuxuu qadaray inay dib dambe isugu soo laabtaan. Wa an yamdiya ilaa badrin janban ilaa janb maca rasuulillahi sal allahu alayhi wasalam, kadibna ay wada dhaqaaqaan oo ka qayb qaataan dagaalkii Badar iyagoo garbahasa isugu haya. Shalana duruuftii diineed baa kala geysay, oo macnaheeda maaha in nin walba diin kale u qaatay, macnaheeda maaha nin walba diinka u heli buu isyiri. Saalimna wuxuu isyiri allah ilaah cilmiga nabiga inaad kala wareegtay waa ay tahay, ilaahayna wuu waafajiyey. Ninkii kale abu xudayfana wuxuu yihi alla ilah waxa badbaado ay ku jirtaa amarka nabiga oo la qaato alxabasha laaad halkaasuu aado, laakiin ilaahay quluubtii dib dambe isugu soo celiyay quluub calaa bacdiha, markay yimaadeen haddana waa kan iyaga wada socda aaday Badar oo dagaalka qayb galay. Ilmihim wa fima kana almuslimuun yastaciduun li nizaali almushrikiin, iyadoo dadku isu u tabaabushaysanayaan dagaalka in la galo
oo daqiiqadii ugu dambeysay oo filimbigu uu yeeray ay tahay safka iyo riyada lagu jiray. Qaala saalim li akhihi abu xudayfa, saalim baa hadlay, wuxuu la hadlay walaalkii shalana aabba u ahaa markii tabaniga ay tahay, intii kasii horeysana u ahaa ninkii abaanka u ahaa ama sayidka u ahaa, yani aan ka wada intaasoo marxala ninkay isla soo mareen ayaa maanta wada hadlay. Saalim baa hadlay, wuxuu yidhi undur ya aba xudayf, abu xudayf u dhageyso, hada abuk cutba ibnu rabiic yataqadamu الصufuf, waa kan aabbahaa cutba oo safka soo maray, wayataahabu lilqadaai cala lislaam walmuslimiin, wuxuuna ustabaabushaysanaya inuu islaamka iyo muslimiintaba uu ka takhalluso. Faqaala abu xudayfa nacam laqad ra'aytu, hawaan arkay, wahadaani caduw allahi cami shayba rabiica wa akhi lwaliid ibnu cutba, waxa yuxiitaani bi, waxaa garab socda buu yidhi, laba cadow baa la socda oo kale la socda buu yidhi, midna waa adeerkii shayba, midna waa walaalkii alwaliid. Halka marka meesha waxaa goobtii waxaa yimid xudayfa, abu xudayfa aabihi oo cutba ah, waxaa kaloo yimid adeerkii oo shayba ah, waxaa kaloo walaalkii alwaliid ibn cutba, saddexdooda wada socda meesha yimid. Markaas wuxuu yidhi hadalka waxaa wata, low adina li rasuulu llahi sal allahu alayhi wasalam labaaraztuhum waaxidan waaxidan bacda aakhar wa uradtu mawaarid arrada aw amdi ila jiwaar rabbi raadiya murdiya, haddii nabiga sal allahu alayhi wasalam ii ogolaado inaan isu soo baroodno, aan isu soo baxno. Mubaarazada waagii la yaraa waxaa la dhihi jiray marka la ciyaaray, yaa soo barooday, kelmadda buruus bay ahayd, yaa soo baxay macnaheeda. Haddii lii ogolaado buu yidhi inaan nimanka u baxo, ana u baxaya buu yidhi, halkaa baan kula dagaalami lahaa buu yidhi, mid midna dhulkaan u dhigi lahaa, ama dhulka laga dhigi lahaayo shahaadada ilaahay marka ayaan heli lahaa. Intaa markuu yidhi kadib, walama intahat almacraka, dagaalka markuu dhammaaday, gowdaa layska suray, dagaalkii badarna ma sahlanay, waqafa saalim abu xudayf yanduraani ila alqatla, saalim abu xudayf oo garab socda ay waxay bilaabeen inay indhaha la raacayaan dadkii halkaa lagu labday ee la dilay. Faida cutbatu waalidu abi xudayfa washaybatu camu walwaliidu akhuuh, meesha waxaaba yaal isgarab yaal aabihii cutba ah, adeerkii oo shayba ah, walaalkii alwaliid halkaasaa lagu dilay. Laqad laqaw masaaricahum, halkaasaa lagu labday iyaga dhamma. Faqaala abu xudayfa, marka haddii aabbahaa iyo adeerka iyo walaalkaa meel laysku saaro, miyaad nixi lahayd? Masalada marka dadka wax kala saaro bayna aliimaani walkufri waay, maaha tii hawlihii kale maaha. Markii wuxuu yidhi alxamdu lilaah alladii aqara nabiyahu bimaqtalihim jamiica, ilaahay baa mahadle, nebi maxamed sal allahu alayhi wasalam indhihiisa ku qaboojiyey qoladan dilkooda in la laayo. Aad buu ugu farxay caqiidadu markii meesha ay gaartay, laa tajidu qowman yuuminuuna billahi walyawmi alaakhir يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم. أولئك آياتها صحيح موجيا محي وحي موجيا وحلو كلا بحي يا الله هيليا يا الله هيليا يا الله حيريريا يا الله غوستا الولاء والبراء عقيدة اسكسي ضعيفتي ساسي وشقينيس. وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الأمر والله لا يهدي القوم الفاسقين. مسألة تذكر بحجر أبو حذيفة ألكي وعبادي لها ولي لها وحاية هذه إن لغير لحذا إيو وحاية مدو إن لديلو إنتك الحكو قوس قاتان إيو إلا شهدناك ما يلبضهم كاسو قلة. يقول الحمد لله النبي كفكر يا مكة النبي كفر حق يسا أيو حقوق انتهي in la dilo dad aabihii, in la dilo walaalkii, in la dilo iyo adeerkii in la dilo. Thumma ma fati'a al-ikhwanu fi llahi al-akhawani de fi llahi yujahidani tahta raayati ar-rasuuli al-acdami ma'an fi kulli ghazwatin ghazaha fi hayati. Ilaahay marka wuxuu qadaray labadan nin oo ah Saalim iyo Abu Xudayfa ee walaalaha ku noqday islaamka, waxay bilaabeen dagaalkii Badar uu dhammaaday inay iyagoo aan kala harin oo saa garbaha isugu haya inay nebiga ku dabafaylaano bandiirad walba ee la sido, jihaad walba ee la ilaaniyo, goob walba ee la raba in nimanka gaalada gowda laga soro, niman taagan bay ahayn saa u soran. Wuxuu yidhi marka wayuaddiyaani xaqa allahi warasuuli calayhima ilaa an kaana yowma alyamaamati fi cahdi sidiiq, markaa dagaaladaas oo dhan bay ka qayb galeen iyo xaqa ilaahay gudanaya
الى لغا جاري دجال كي حرب اليمامة وقتي ابو بكر النبي يقول انت صلى الله عليه وسلم ضد فربنا بقى اسلام كير الدوبي وابو السيد لي اسلام كي سجدتي ويري وديري حتى ان بحين زكري يري عن شور ميان بحين ان ضد فربنا بقى الدوبي بابا حمودين وحيد مودين نبي قال دول انت خلاص ان الاسلام لو بحنا واتي ابو بكر رضي الله عنه سافت وقال كلام بحنا والدجال كي اللي هو مجمع حرب الرده أبو الحسن ندى وقري كتاب كيس رد لا ردة لا أبا بكر لها مركي يعني واحد نقطة كلمة مكة أو كعام بحر أبو بكر أو لوجا مسكين إنه هو توسافت أوقاتي والله لو منعوني قالا كانوا يؤدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم وتو دجالك إعلاني وتو قلي دجالك مركة أي إله سبحانه وتعالى قدر ففي ذلك اليوم العظيم من أيام الله مالك مال وين أها ومال مها إلهي هو وين كجره هب ابو بكر رضي الله رضوان الله عليه لقتال مسيلمه الكذاب نيك ابو بكر ها وهو بحي ان او دغال او لغلو نيك مسيلمه مسيلمه الكذاب ونيك النبي معناه واستنفر المسلمين من كل مكان للقضاء على فتنه العمياء وعلى فتنته العمياء التي اوشكت ان تؤدي بالاسلام وتدمر اهله ابو بكر مكه ملك الدجال قال ايه وهو عدرت دمان المسلمين ملك سجوغان استنفارك وحلقوا مجعابه وبحد البدو انه يرى عيد هاري كرتملا مالك سو مسلم جوجو حالي روكا سو قاد ما الله صعدا في النظر يود عندها انا لهاين او صعدت ان اسلام يدكي سب اي دبر جويسو ان يد ما كان ميل اوغاد فبادر سالم بن ابو حذيفه للذود عن دين الله ابو حذيفه اي سالم مركي مغلان دغالكي يا ماما الله صعدا مسيلمه لا دغالمي عدة دجال كأو باقيسان أيتها أبو بكر يجون هالكاسي هو شودي شو أدستين الدجال كأو شو ديار جريا ونفر لقتال مسيلمة عدو الله وين دقاق يجرى إن لا دجال لما مسيلمة وعدو إلى حين التقى الجمعان على أرض اليمامة عيدا ك لبعض كوحود كوي ريا ماما أو لسفنا مسيلمة الكذاب يقال دي عيدا كمسلمين توحيكو كل من هالكايلوك يا مام مسلمين تنقاق ودارت بينهما معركتان طاحنتان قلما شهد تاريخ الحروب لهما نظيرة وحنحمر الدجال آدي الأبا أن أو طاحن أه أو وحو البابا مركا شيد مرا إنو مريئ أد مودد أو وحو البابا لولك أو تاريخ الإسلام كأنا صامر الدجال كأوحى للدجال لضا ولس تاريخ صامر جوا فقد أبدى فيها المسلمون بقيادة عكرمة ابن أبي جهل وخالد بن الوليد رضي الله عنهما من ضروب الشجاعة ما يعجز عن وصفه الواصفون ضدك مسلمين تا يو هوس جوغا هوغانكي عكرمة اي خالد لبدو دا اي ابان دوليال كا اها هوغامين يدقال كا وحي موجيان وعذراء ادي ادو الدران اي جي سينما هوري انا لو شيغن او ما انت هدي ليرا هلغا فالله عدك فالله كفتاي اني دير وعن كالا عكرمة يا دالي ابن ابي جهل خالدنا ونينكي ادو جي المسلمين معركتي تقالك أحد وقيدين تاريخ ضدك وما أنت إسلام ونصريني إسلام ونصريني كما أبدأ فيها المرتدون بقيادة مسيلمة ما لا يقل عن ذلك شجاعة وإقداما وبذلة لمن كان مرتدين تأير دوبي أو هو قامين مسيلمنا كما أي سكر لعين حق الجيس إن ماذا يدقالك يقول يقول حتى مليدا يعني بمعنى الدقالك ما هي دقال قلائسك بوع بوع ولا ظلم مريم معهم لا يعني لبعض القلوة كلام اللي هنقول لكن النصر في هاتين المعركتين سائتها هدنا لبعض القوابات الدقال جوش وحاسوه كان حليفة كان حليفة مسلمة الكذاب لكن النصر في هاتين المعركتين كان حليفة مسلمة الكذاب جوش وحي جرت ودن جرت حقا مسلمة مسلمة قاعد سري يعني لا وضع مع ركضات حتى ان الرجال اقتحموا فسطاط خالد بن الوليد الا هي روحي قالت عيدا كيس وحي الصوم قيقامبا ان يسوى دح جباحان تندي وخالد وجوغ عيدا مركا لا دغالم اما دغال مركا لو جرو اسكرته ولا لا ينكر حرينت هذه انت صونق ولا لا تخلصي كره لكن مركا لو سو دعو ابان دوله ماشي جوغي ويكون دمات وعي سو سعدن بخالد سو قالت وكاد ان يسبو زوجته لولا ان جاء جارها رجل منه وحيبا كسكتين حتى إني قفاشان وتحابطان ويقعانك كل ديان خالد هويني ديسي وتان بذا مركات جوكتي إلهي سوحو كوب بحيي ضد ما يشد جوغنين ما يشد جوغا إلهي كفرت يعني بمعنى وحب دقال مركات دقال سهلا معي يعني بمعنى إن مسلمين إنت إلا هير كان العابيو
oo dagaalka qaybtiisu hore labadiisa gelin ee horeysana laga gacan sarreeya dagaal sahlan markaa maayo xaaladu markay meesha marayso cinda dalik markay meesha marayso دبت الحمية في صدور المسلمين وبرز بينهم أبطال غر الميامين مركب حميت بعض المسلمين قلوب تودي كسور رغنتي هل كان واحد كسر موضي رق هل يأه أو رنتي إيوه بريعت رق مركب أصبحي باعوا لله نفوسا تموت اليوم أو غدا بنفوس لا تموت أبدا لمن يريد نصد يد أيام بيعيننا يعني ما أنت أم لمن أم بري أم لمنه لكن بنفوس لا تموت لا تموت ابدا نفعلا لمن يعني ما انت ما كرتها نفس وكاب بحكرتها لكن وحاكو سوقي لا تحسبن الذين اله سبحانه وتعالى وتنوي لها مود وليها شهيدين بنتان بل احياء عند ربي مرزقون ونولي ونولي وعاد خالد الوليد تعبئه جيشه خالد الوليد مركو اركي ان تلو فرحه كبيرته لغنا قعن سريو اسجا حتى هاليس وقلب ودب دم بوحو بلابك inu organize ku sameeyo ciidanka dibadda marka uu ilaabo wuxuu sameeyay ciidanka marka la shandeeyay marka waa ina tactic cusub la timaado laakiin kii hore fashil buu ahaa fa aslama liwaa almuhaajiriin li salim mawla abi hudhayfa bandiirada nimanka muhaajiriinta ah macnaheedu mujaahidiinta wuxuu u diibay nimanka muhaajiriinta aan ka wada bandiiradii muhaajiriinta wuxuu u diibay salim mawla abi hudhayfa ada aban dula ku wa aslama liwaa alansari li thabit ibn qais ansaarna wuxuu hoggaan uga dhigay ninka lagu magacaabo Thabit ibn Qays wuxuu yiri labadiina ayaa abandula waqafa Zayd ibn Khattab yuharrid almuslimin ala alqital Zayd ibn Khattab min xagga uu taagan yahay wuxuu dadkii ayuu goobaabinayaa dagaalka gala hadalladu yiri waxa kamid ah ayuha nas dadu addu ala adrasikum qawsaha qabsada wadribu fi aduwikum aduwina nagaraa wamdu quduman horana isu maqiqa socda أيها الناس تضب والله لا أتكلم بعد هذه الكلمة أبدا والله أنا أفكر كلفور الدونين عن هذه الدونين حتى يهزم الله مسيلمة الكذاب ومن معه أو أقتل إلا مسيلمة لقد له إنت الله صعدت أما أنا قلت له فألقى الله بحجتي إلهي الله ارتقى حجه وأنا هذا إله يوم هو شاسع أهي أمو أنت هسن قبن كريم وانقبت أنت مكو يكذب ثم انطلق مركز السيدة السيدة ورنك يشق الصفوف السقو صفك نحجب أحيب وظل يقاتل حتى قتل دجال كيف قال الا لقدلي ثم تلا ابو حذيفه ابو حذيفه هذا كذب به ابو حذيفه مركي هذا اسنا قاتل وهو ينادي افكو فرت اسنا يا اهل القران زينوا القران بفعالكم اهل القران قرانك فعل بأبهاي هاي وحاب افعاشينا قرحيه قرانك قرحيه زينوا القران بافعال القران كقرحي افعالك انك قرحي القران الا قرحي ما لا القران لا ترك ما انت طبعا خدم الله سيدنا عليه ما فعلك وين كم مقوله ثم هب يجاهد حتى استشهد مقبل غير مدبر اسمها الكاس كشهيده لكن اسوا دبر كسو رغتي ماها اسوا عيدن كسو بحثت ما اسوا هره هره وسعودا لدلي صدح واما سالم مولى ابو حذيفه سالم بهدل لسو قال فتوجه الى المهاجرين من المهاجرين اسمه جوابن ولا دقائق وحيري وقال بئس حامل القرآن أنا إن أوتي المسلمون من قبلي ما أنت أنا أقول لي تضط قف قرآن حفظا أنا أقول لي تبويل هدي ما أنت مسلمين تدن كي لك قيم هذا بمعنى اللي سالم وإنه حنصل صلى الله عليه إنه قارئها إنه حافظ لكتاب الله حامل لكتاب الله هي مركو حين ما أنت هدي مسلمين تدن كي لك قيم هذا نين قرآن حفظا أنا أقول لي تب ثم اندفع يجالد عن راية بني قومي حتى قطع دمينه مركي ودقال بوقلي إلا قعنت منك رف لقسيه فأخذ الراية بشماله قعدت بيه وهذا نقول في علم كان وديدا يا علم كان النبي قال وديبي استيني هوغانتي سا انو دوكا او كدو مركي قعدت من غروف لغا سيبو تي بيد حقا غير هذا وناضل عنها مركز في الدفاع ولا دقائق حتى قطعت شمال مركز قعدت بيد حدا غروف لغا سي فأخذ الراية بعضده مركز لبدي عضد اي سهرت ما رتا غربه بو هذا نسا او قبصدي دغالك سي ودوا ثبت بها حتى اثخنت الجراح ماشو كسوغناده الا داوا وكحرججي ودقاقي واي وسقط على الارض مدرجا بدمائه هل كان سو كدعه يدو ديق با ديق سا ودقل قلين ولما وضعت الحرب او المعركه اوزارها دايالك مركو كلا دغاي او نوعا ما او قوقودي اي استاغتي وقف خالد بن الوليد على سالم مولى ابي حذيفه وكان ما يزال بها رمق نكي خالد هذا سو دول استاغي
سالم او مركه نفبحيه يعني دقيقه دي ودن بيس مسكنه دي ودن بيس مريض رمق ير نفير به كنت. فقال له سالم سالم بقى هذا المرك لما صنع المسلمين يا خالد يقور المسلمين تي خالد هو سالم مركو في الربائن وقال هل كي ما يشكوح يكون اما هو شيء يكون بيت. فقال وحي كتب الله لهم النصر الهي باهي الكسي ويقول يسال وقتلنا مسلمه الكذاب نيكي مسلمانا وأودي الالهي وهزم لهم جنده عيدا كودين ولا الجبيه واتباع انت كنت وفيش انت صمك وضري يعني بمعنى هدف كي ولا هل مدي له اذا زي ما كان سنس لكن واحد مهم ادو هدف كي ما قالت هدف كي سحوها ان وقول فقال مركو وما فعل اخي ابو حذيفه ولا الكين يقول ابو حذيفه فوق الدنبه قال ابو حذيفه مضى الى ربه مقبل غير مدبر حق ربي وقال يسوي سجود ان سجدين وقتل شهيدا وانا اشهده فقال مركو في اضعوني الى جنبي هذا بقرب كيس يدق ما دام امير ما في وضم بيسو الكيس هل يدق. فقال مركو في هو ذا موسد عند قدمي وكم لو هذا اللغوط ماذا هذا هلك سوبر كيهان بيل معا هنا يا ابا حذيفه اما فاغمض عينيه وهو يقول انه انت صا انت مركا او مركا انت صا سقط بيوحيلي معا هنا يا ابا حذيفه ومعا هناك يا ان شاء الله ابو حذيفه هل كان ما وذا جوجنا هل كا او جنة ما وذا جوجي دونا وذا جوجي دونا ولا فض اخر انفاسي مركز النفط مركا ودن بيسك بحري هل كان مركا حمودين يسا معنى الاخوه وحيتهي ومعنى الاسلام وحيتهي ومعنى التضحيه نفريد وحيتهي ومعنى الولاء والبراء انت صدم با وحن كرب حنا درسي سالم او ها سحابي نحن نسد حد برنا وعثمان بن عفان تاريخ سي والى هنا وبالله التوفيق.